ورأيك ايه في كيروش؟ اكيد اتفرجت على كأس العرب، شفت منتخب مصر، شفت القايمة اللي اختارها لبطولة افريقيا. قول لي كده، يعني شايف المنتخب ازاي في الفترة الحالية قبل ما نشارك في افريقيا؟ خلينا صراحة ونتكلم بصراحة. يعني تمام. طبعا كروش انا ليا تجربة، يعني انا هو مرة نيويورك سنة 99، انا كنت في لوس انجلوس جالاكسي. يعني تعرفه تشتغل في سنة دوري، واشتغل في كولومبيا، مسك واشتغل منتخب في كولومبيا، كولومبيا، وانا عندي اربع لعيبة في لوس انجلوس بيلعبوا في كولومبيا، منتخب بيلعبوا كولومبيا. منتخب كولومبيا، يعني فكلموني عليه اشتغلوا كتير مع مع كيروش. السنة اللي فاتت كلها، ايوه، يعني السنة قبل ما يمشي من كولومبيا. ف بس هو مش من كولومبيا، اتغلب 7 باين ومشي بشكل ومن وحش. بوليفيا كمان متغلب، وبوليفيا اتغلب من بوليفيا، لك مثلا زي منتخب مصر اتغلب مثلا من لك مثلا من مش دولة دولة ضعيفة. ضعيفة يعني. ايوه، فالمهم هو منظم، يعني هو اولا هو انسان محترم جدا، يعني كيروش طبعا طبعا محترم جدا يعني. طبعا. اذا كنا احنا مستنيين منه الكرة الجميلة بتاعتنا اللي احنا بنحبها، والجيم اللي هو بنهاجم، وما هو منظم جدا دفاعيا، دفاعية جدا منظم جدا، يعني بيقفل، بس النواحي بيقفل. الهجومية لا مش ماشي. عالي فيه. عشان كده بتوع منتخب كولومبيا اللعيبه كانوا في دايما مشاكل معاه، لان بتوع كولومبيا زي عايزين يلعبوا بيحبوا كورة وبيهاجموا ولعب امريكا الهجوم الجنوبيه، وكده. امريكا الجنوبيه، البرازيل، انت عارف كولومبيا الشيلي، من المنتخبات اللي كورتها هجومية، عايزين يلعبوا كوره، فهم فكانوا مختلفين معاه عشان هو بيلعب بشكل دفاعي. فهم ده حظنا ليه كده دفاعي كده، ما اعرفش. كوبر دفاعي وكيروش دفاعي. فالمهم هو ده كويس، المهم يبقى يعني صعب، هو منظم صعب دفاعي جدا جدا، لكن ما بيشتغلش هجوميا، يعني غير بيشتغل بس الحاجات الفردي مش الحاجات جماعي. اللي مؤمن بيها. لا جوزيه مورينيو، عمره ما كان، هو من اعظم المدربين، بس عمره ما كان هجومي. جوزيه بيتم الدفاع والكور مرتده، يعني يقول لك اعرف اكسب ماتش كده. بس احنا، انا لما اتفرجت على كاس العرب ما عندناش شكل هجومي لا المنتخب ما المصري. فيش، ما انا بقول لك، ما انا شفت، ما انت هيبقى كل ماتش لو في توفيق تاخد تخطف جون بتاع، بس يعني صعب يخش فيه الجول، وصعب تجيب جون، وصعب اجيب جول. فالماتش كل ماتش دي في طريقه كيروش. دي طريق كروش ده. فمش انت اشتغل معاك في الدوري الامريكي ومع منتخب كولومبيا، منتخب كولومبيا، فانت عارف اتفرجت عليه كتير. انا اللي انا حتى ما انا شايف، يعني دلوقتي احنا دلوقتي هو لعب يعني ماتش ليبيريا، ماتش ودي، وكاس العرب، وماتشين ليبيا، بتجيب جول بصعوبه. وتجيب ليبيا بتشوف دلوقتي، يعني المفروض دلوقتي 8 9 ماتشات. يعني ما هو التجارب ما تزعلش خلصت. مني، هو حارس مرمى كيروش، كان حارس مرمى. هل مدربين حراس المرمى طبعا عندهم الفكر طبعا الدفاعي ده اكتر؟ لا 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 طبعا، لا طبعا. امال ايه؟ لا هو ده حارس، لما تكون حارس مرمى وتبقى مدرب عام بيبقى عندك رؤيه اكتر، لانك حاسس بالدفاع قدامك، حاسس بالهجوم اللي بيهاجم عليك، بيبقى انت شايفه. انت بتقول طريقته دفاعيه مع الفرق اللي مسكها، بس معظم ما بيهاجمش كتير. معظم البرتغيز كده، البرتغاليين، معظم البرتغيين كده بيدافعوا اكتر، بيلعبوا على المرتد. وبيلعبوا هم اللي كلهم، دي المدرسه مورينيو كلها البرتغاليه. ليه احنا كان كده. عندنا فيريرا جه الزمالك بيهاجم، جوزيه جه الاهلي كسر الدنيا وبيهاجم وبيجيب اجوان وبيلعب لعب هجومي. الاهلي كان بالاهلي، لما بيجي الاهلي وبيجي الزمالك، بس هي برضه مش كل البرتغاليين زي بعض عندي. يعني. لا مش كلهم، انا بس معظم يعني كيروش من ضمن المدربين اللي بيدافع كويس قوي وبيلعب على الهجمه المرتده. بس لما بتلعب، بتيجي تدرب النادي الاهلي والزمالك، مطلوب منك كل ماتش تكسب، طب خساره تعادل خساره هتمشي. فهو لازم يعمل كده، ممكن يكون مش بس هو منتخب مصر برضه منتخب كبير في القاره، فلازم يبقى ستايلك ما برضه هجومي شويه. هو معظم ما مرن، شوف لو شوف هو مرن ايه، كان مانشستر يونايتد كان مساعد، راح ريال مدريد ما لعبش الكوره اللي هم عايزينه سنه، مشوه بعد كده مسك ايران، قعد شويه في ايران، قعد دورتين كاس عالم. بس كان لو تشوف مع ايران عامل ايه، دفاعي، وكان تشوف ما تشوف ال ده ستايله يعني، ده ستايل. بعدين راح كولومبيا، حاول يدور النظام مع لعيبه عايزه تلعب كوره، فحصل مشاكل. راح الامارات برضو مشي بسرعه برضه، يعني قعد فانا بقول اسبوعين ثلاثه ومشي. فمش انما هو كمدرب، ده هو مؤمن بكده. يعني مثلا هتبص تلاقي مثلا قفشه مثلا، عشان كده انا لسه هقول لك، يعني مثلا دلوقتي انا بترجم بقى الكلام انت بتقوله، اللي هو مش عايز واحد زي بتاع قفشه لعيب كوره بلاي ميكر بتاع مش ماشيه معاه، ممكن يعني مش ماشيه معاه.